كل يوم في حياتنا بنمر بكتير من الأحداث، بس في ناس مرت بحاجات ملهاش تفسير. أنا هحكي لكم الأحداث دي من على لسان أصحابها زي ما هم حكوها لي في وقائع حقيقية. كانت تقريبا الساعة 4:30 الفجر، ولقيت هاشم بيه وكيل النيابة بيتصل بيا، ولما رديت عليه لقيته بيقول لي رجع تاني يا دكتور. قلت له معقولة؟ ده كان ليه فترة. قال لي انه متأكد ان هو. قلت له طيب لما توصلني الجثة هقول لك رأيي. وقمت قعدت على السرير كنت بفكر فيه. يعتبر هو الوحيد اللي قدر يكسر نظريات الجريمة وقدر يعمل الجريمة الكاملة. كل مرة اسلوبه كان بيتطور فيها وكان بيبقى محير اكتر. اللي كنا متعودين عليه من السفاحين ان يكون ليهم نمط ثابت، طريقة قتل معينة بتتكرر، علامة بيسيبها، اي شيء يدل على هويته. لكن هو كنا بنعرف ان هو القاتل لما ما كناش نلاقي اي دليل على شخصية القاتل، ولما كنا نلاقي الجريمة تعتبر كاملة، لا بصمات ولا اي دليل يوصلنا ليه. المباحث ابتدوا يشكوا في وجوده اصلا، وفي منهم اللي فكر ان جرائمه هي عبارة عن كذا جريمة لكذا مجرم ملهمش علاقة ببعض. لكن كل النظريات اللي اتعملت في جرائمه للأسف فشلت، وكل مرة كان بيثبت فيها ان هو موجود. والرابط الوحيد اللي بين جرائمه انها الجريمة الكاملة. ابتدت حكايتي معاه في 17/2 سنة 1998. في السنة دي كان عدى عليا 5 سنين في المشرحة. كنت ابتديت ان انا اهتم بعالم الجريمة والطب الجنائي وتشريح الجثث. وفي الوقت ده كنت ابتديت في كتابي عن الجريمة الكاملة. وفاكر كويس اليوم اللي انا حطيت فيه مقدمة الكتاب ده. وصلنا في المشرحة جثتين، الجثة الاولانية كانت لدجال معروف، والجثة التانية كانت لزوجة عندها 29 سنة. وبسبب الضغط الاعلامي وقتها عشان يكتشفوا السبب اللي ورا موت الدجال، طلبوا مني ان انا احلل واشرح جثة الدجال الاول. وفعلا عملت كده، بس لما دخلت صالة التشريح وكنت مع الجثة لوحدينا، اول حاجة حسيتها ان درجة حرارة الجثة طبيعية. كنت حاسس ان هو مش ميت، لكن كل المؤشرات الحيوية في جسمه كانت بتأكد ان هو ميت، ودي كانت اول علامة غريبة. ولما كنت بلمس جثته كنت بحس بحاجة بتطلع منه وتدخل جوايا. ولما مسكت المشرط وجيت عند بداية صدره ابتديت افتح، كنت حاسس باحساس غريب. الدنيا زغللت، كنت حاسس ببرودة، برودة شديدة جدا. ولما جبت المنشار عشان افتح القفص الصدري، اول ما شفت احشائه الداخلية حسيت باحساس غريب، احساس زي ما يكون نشوة. الدجال كان ميت بطريقة ابداعية، طريقة مبتكرة. في حد حطله بويضات لدودة سامة ومفترسة في حاجة كلها او شربها، وطبعا ما ماتش في الحال. البويضات دي فقست اليرقة اللي فضلت تكبر وهي بتقتله. وطبعا اي حد هيشرح الجثة دي هيقول ان اليرقات دخلت جسمه باي طريقة، وان الموضوع مستحيل يكون جريمة قتل، وانه في اسباب منطقية وطبيعية للوفاء. وبكده تكون الجريمة الكاملة اتنفذت. كنت منبهر بطريقة جنونية باللي انا شايفه. بس في اللحظة دي اغمى عليا، تقريبا فضلت مغمى عليا لحد الصبح اكتر من 13 ساعة. لما فقت ما كنتش فاكر بالظبط ايه اخر حاجة انا عملتها، غير ان انا كنت منبهر باللي شفته في الجثة بتاعت الفلكي الدجال. لكن لقيت علامة زي وشم على بطن يدي، ولما ركزت لقيتها رجعت خطوط يدي عادي زي اي بني ادم طبيعي. استغربت وقلت ان انا اكيد تعبان، وخدت بعضي وروحت. كانت الساعة تقريبا 9 الصبح، وكنت متأكد ان ما كتبتش اي تقرير عن جثة الدجال. لكن لما رجعت المستشفى بالليل لقيت المساعد بتاعي بيقول لي انا سلمتهم التقرير بتاعك عن جثة الدجال. قلت له انا ما كتبتش تقرير. قال لي يا دكتور حضرتك كنت سايب التقرير على المكتب. قلت له انا ما كتبتش تقارير، وريني التقرير ده. بصيت في التقرير كان سبب الوفاة ازمة قلبية. زعقت فيه قلت له انا هوديكوا كلكوا في داهية، الراجل ده ما ماتش موتة طبيعية، التقرير ده مزور. قال لي يا دكتور ازاي؟
قلت له يعني ازاي الراجل ده اتقتل؟ لقيته بيبص لي كده وقال لي اتقتل ازاي يا دكتور؟ الراجل جاله هبوط حاد في الدورة الدموية وجات له ازمة قلبية ومات. قلت له وريني الجثة انا هحبسكم. وفعلا دخلت صالة التشريح وبصيت على الجثة تاني، وكان كلام الدكتور المساعد هو الصح، الدجال ده مات بازمة قلبية. فضلت واقف قدام الجثة وانا مستغرب مش فاهم هو ايه اللي انا شفته، وازاي الراجل ده مات بازمة قلبية. سبت الدكتور المساعد واتحركت على مكتبي. في الوقت ده لقيت قدامي المقدمة بتاعت كتابي. عرفت ان انا متأثر بفكرة الجريمة الكاملة، وده مع ضغط الشغل عمل لي هلاوس. وابتسمت وعديت الموضوع عادي، وقمت عشان اشرح الجثة بتاعت الشابة. بس حصلت حاجة غريبة، ان انا المرة دي ما كنتش عايز اعرف سبب الوفاة، لكن كنت عايز اعرف ازاي القاتل كان المفروض يقتلها بطريقة ما تخليهوش يتكشف. كنت بتخيل الزوايا الافضل ان يضرب منها، كنت بتخيل ازاي كان ممكن ينفذ جريمة كاملة. وفي اليوم ده كأنه سمع افكاري بالظبط، ابتدت الحكاية في نفس اليوم الفجر. دي كانت اول جريمة لي، كان مشرح الاعضاء الداخلية للجثة، وده اللي ما سبلناش اي دليل عليه، كان التشريح دقيق جدا. وده خلى وكيل النيابة هاشم اسماعيل يفكر ان ممكن يكون اللي عمل كده طبيب شرعي. بس الجريمة اللي بعدها كانت فعلا عبقرية، لانه قتل الجثة من غير ما يلمسه اصلا، من غير ما يعمل في جسمه خربوش واحد، وده بانه اثر على الجثة بالتنويم المغناطيسي وقعده في اوضة واداله وهم انه موصل انبوبة تسحب دمه، وظبط حنفية مية وراه تنقط بالظبط كأن دمه هو اللي بينقط. وفي اللحظة اللي المفروض دمه فيها يتصفى، المخ ادى اشارة لكل الاعضاء الحيوية انها تقف، وهنا مات ومن غير ما يلمسه. كانت فعلا جريمة غريبة، بس اللي بعدها كانت اغرب، لانه في المرة دي هو سرب غاز سريع الاشتعال من تحت عتبة الباب، وست عادية كانت في البيت لقيته بيخبط عليها وهي لسه بتكلمه، لقيت الغاز ده طالع، وبعدها كب في الارض شوية سولر وفجأة ولع فيها. الست فضلت تتحرق لحد ما ماتت، ما كانش فيه اي دليل عليه، مفيش اي سبب منطقي للي عمله. وفي نفس الوقت الجرائم التلاتة ما كانش ليهم اي علاقة ببعض، غير انه ما كانش له نمط محدد في اختيار الضحية، كان الضحايا بيختارهم بشكل عشوائي. وهنا كان ابتدى هشام اسماعيل يحس انه في عامل مشترك ما بين الجرائم التلاتة، وهو انه في حد بيبتكر وسيلة لجريمة كاملة. بعدين ابتدت الجرائم بتاعته تزداد في الغرابة والجنون، كان محترف، وانا في المشرحة بستلم جثث ضحايا، كانت احيانا الارواح دي بتظهر لي، بس ضحايا السفاح ده بالذات كنت بحس ان ضحايا بتشاور عليا كأنها عايزة تقول لي حاجة. دايما ما كنتش ببقى فاهم هو ايه الموضوع بالظبط. سنين طويلة ولغز السفاح ده مش راضي يتحل. الجريمة المرة دي هيكل عظمي مش متحلل، هو حرفيا شفى الجثة باحترافية شديدة جدا، طلع العظم من كل الانسجة وحتى العظم الموجود، ما كانش كافي حتى ان احنا نقدر ناخد منه عينات، لان هو حقنه بمجموعة من العناصر المختلفة اللي شوهت التركيبة الجينية للعظم ده، وعشان كده حتى ان انا اقدر اخد منه الDNA ما قدرتش، غير ان العناصر اللي هو اضافها عشان يشوه بيها التركيبة الجينية اتسببت في تغيير شكل العظم نفسه، وده خلاني عاجز حتى عن تخيل ايه اللي ممكن يكون حصل للضحية دي، لانه شكل العظم نفسه اتضخم واتغير عن انه يكون شكل عظم بشري، وده خلاني عاجز حتى عن تفسير هو ايه اللي عمله ده بالظبط. حاولت احلل التركيبات الموجودة، لكن في اللحظة دي اكتشفت ان النخاع العظمي مسحوب، وده معناه ان انا قدام هيكل عظمي مفرغ، وده شيء مش سهل ابدا ان يحصل، وسابني قدام جثة ما اقدرش اعرف هي مين، ولا حتى قادر احدد اذا كانت هي ذكر او انثى، لان عظام الحوض اتعاد تشكيلها، فدلوقتي ما بقتش عارف ولا قادر احدد سن الضحية ولا اي معلومة مفيدة عنها ولا عن الطريقة اللي اتقتلت بيه. لكن في اليوم ده لقيتها قدامي عند طاولة التشريح، كان عندها تقريبا 32 سنة بتبصلي وهي مرعوبة، وكانت بتجري وهي بتصرخ، ولقيت انا بخرج من جوايا وبجري وراها، شفتني وانا بهاجمها. كنا في مكان فيه اعمدة خرسانية تقريبا بدروم معزول، وكان فيه مؤثرات صوتية قوية، غير انه كان فيه مجسمات لحيوانات بتظهر فجأة بالهولوجرام. البنت كانت مرعوبة جدا، وفجأة لقيتني بتلاعب بيها عن طريق الإيحاء المغناطيسي،
بعدين قدرت أدخل للعقل اللاواعي عندها، وفي الوقت ده ابتديت أصور لها مشاهد مرعبة جدا. فضلت تصرخ، كانت بتصرخ بجنون، لحد ما فجأة سكتت للأبد. وقفت أنا قدامي، كنت ببصلي جامد، ولاحظت الخطوط بتاعت يدي اتغيرت، اتحولت لرسمة غريبة، وشفت طريقتي وأنا بنفذ الجريمة بالكامل وازاي بخلع العظم. ما كنتش فاهم اي حاجه، كنت خايف، خايف جدا من اللي انا شايفه. وفجاه لقيت الممرض بيقول لي مالك يا دكتور في ايه؟ بصيت له كده انا مش مستوعب، قلت له مفيش حاجه سيبني دلوقتي. وشفته وهو بيخرج، وشفتها وهي واقفه عند الباب وبتشاور عليا. انا مش عارف معنى اللي انا بشوفه ده، لان دي مش اول مره ولا اول جثه يحصل معايا فيها الكلام ده، واشوف الجريمه وكان انا اللي بعملها. وجي على بالي اتصل بالدكتور اللي انا بتعالج عنده. فعلا كلمته، لقيته بيقول لي بص يا دكتور، احيانا ضغط الشغل بيعمل فينا الحالة اللي حضرتك بتوصفها، وخاصة لانك انت شغال في شغلانة ليها ظروف خاصة وطبيعة خاصة، فطبيعي يحصل لك شوية لخبطة كده، لكن الموضوع ما فيهوش حاجة، ما تقلقش على نفسك. قلت له دكتور الموضوع بيزيد وبقى مرعب، انا خايف يكون عندي شيزوفرينيا. قال لي لا 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 لا, لا, لا. انت مش عايش بشخصيتين، لا لا يا دكتور انت علامة. قلت له انت متأكد؟ قال لي طبعا متأكد. قلت له طيب هي الجلسة التانية امتى؟ قال لي الاسبوع الجاي. قلت له تمام. قعدت مع نفسي بعد ما قفلت معاه احاول افكر في السبب اللي ورا اصراره ان انا مش مريض شيزوفرينيا ليه، مع اني عندي كل الاعراض اللي اتأكد ان انا عندي انفصام في الشخصية. وارجع اقول لنفسي بس انت ما بتختفيش، مفيش حد بيقول ان انت ليك شخصية تاني، محدش بيقول ان انت بتتغير معاه، ممكن يكون الدكتور هو اللي صح وانت عشان مضغوط. وفي الوقت ده وقعت عيني على الورق اللي بكتب فيه الكتاب بتاعي عن الجريمة الكاملة، واستغربت، استغربت من حاجة ما كانش ليها تفسير، هو ان انا بكتب الجريمة قبل ما تحصل. الجريمة دي الاخيرة انا كاتبها بتاريخ 14/2، والجريمة حصلت 15/2 بنفس التفاصيل، غير ان الموضوع ده تقريبا ينطبق على كل جرائم السفاح. كنت حاسس بتوتر، حسيت ان في حاجة غلط، ولقيت نفسي بتصل بوكيل النيابة هاشم بيه، انا محتاج اتكلم معه عليك. لقيته بيقول لي في حاجة يا دكتور؟ قلت له يا ريت حضرتك تجيلي، يا ناجي لحضرتك. قال لي هو الموضوع للدرجة دي كبير؟ قلت له احتمال اقربك خطوة من السفاح. قال لي تاني يا دكتور؟ قلت له لا، المرة دي انا واثق من اللي انا هقوله. قال لي طيب انا جاي لك. وتقريبا ما فاتش نص ساعة وكان واقف قدام مكتبي، ولقيته بيقول لي بص مبدئيا كده لو هتقول لي ان السفاح واحد من منفذين القانون تاني هاخد بعضي وامشي. بص هو انا كنت بحاول ألمح لك بس انت ما فهمتش. لقيته بصلي كده وقال لي يا دكتور انا شكيت في كل الناس اللي شغالة معايا وما فيش حد. قلت له لان انت في واحد ما شكتش فيه. قال لي مين ده؟ قلت له انا اللي انت ما شكتش فيه. فضل يضحك. قلت له هاشم بيه انا بتكلم معاك بجد، كل الجرائم انا كاتب تفاصيلها قبل وقعها بيوم. لقيته انتبه كده وقال لي انت بتقول ايه؟ قلت له انا ما اعرفش، انا حاسس ان في حاجة غلط. لقيته بصلي كده وقال لي انت قصدك ايه؟ انت زي ما تكون بتتكلم بجد. قلت له انا فعلا بتكلم بجد، مش زي ما اكون، انا حاسس ان في حاجة غلط، انا لي علاقة بالجرائم اللي بتحصل دي. لقيته بيقول لي انت باين عليك اعصابك تعبانة. قلت له لا صدقني لا، اقرا اللي انا كاتبه، اقرا التاريخ هتلاقي ان اغلب الجرائم انا كاتبها قبل ما تحصل بليلة، والاهم انها كانت بتحصل بنفس الطريقة اللي انا كتبتها بالتفاصيل. قال لي طب ما ده يخليني اشك في تقريرك، مش اشك ان انت المنفذ، لكن اشك ان انت الكتاب اللي بتعمله خلاك تتوهم بتقارير هي مش صحيحة. بصيت له كده وقلت له دي كمان انا شكيت فيها. قال لي وعملت ايه؟ قلت له بص انا خليت 2 من تلامذتي يعيدوا التشريح ولقيتهم بيكتبوا نفس التقارير. قال لي طب انت ليه بتعمل كده؟ قلت له مش عارف، تصدقني مش عارف، بس انا بقيت متأكد ان انا السفاح اللي انت بتدور عليه. بصلي كده وقال لي طب انت كنت قلت لي قبل كده انك بتروح لدكتور نفسي، هو ايه رأيه في الكلام اللي انت بتقوله ده؟ قلت له هو بيأكد ان انا ماليش اي علاقة بالجرائم وان الموضوع ضغط شغل، بس الموضوع زاد عن حده، انا بقاوم الموضوع ده ليا سنين، كنت بشوف ارواح المتوفيين وهي بتشاور عليا وهي بتطاردني وهي بتطالبني بالقصاص، كنت بشوف طريقة تنفيذي للجريمة. لقيته بيبصلي كده وبيقول لي طيب بص انا همشي معاك ان انت المجرم، بس عايزك تعمل كام حاجة كده من غير ما تسألني ليه، تنفذ بس اللي اقولك عليه. قلت له اتفضل. قال لي
اولا معاد جلستك الجاية مع دكتورك النفسي امتى؟ قلت له الاسبوع الجاي. قال لي حلو، هل ده وقت كافي انك تكتب فيه فصل جديد في كتابك؟ بصيت له كده وقلت له كافي جدا. قال لي طيب استأذنك بقى تكتب فصل جديد. قلت له بس انا خايف. بص لي بحزم كده وقال لي ما تخافش يا دكتور، انا شاكك في حاجة وانت باللي هتعمله ده هتساعدني اتأكد، ارجوك اكتب فصل جديد. وفعلا بعد ما سابني قعدت اكتب فصل جديد في جريمة معقدة يعتبر مستحيل حلها. فضلت اكتب 5 ايام في الجريمة دي، وبعدين اتصلت بيه قلت له ان انا خلصت. قال لي تمام، فاضل قد ايه على ميعادك مع الدكتور؟ قلت له ليلة. قال لي طيب ريح الليلة دي وروح للدكتور. وفعلا نفذت كلامه، ريحت ولقيت نفسي باخد الورق اللي انا كتبته ورحت للدكتور، اللي اول سؤال لما شافني قال لي فين الورق؟ لقيت نفسي بتلقائية بطلعه وبديهوله. قعد على مكتبه في هدوء كده وفضل يقراه، بعدين سمعت صوته كان هادي جدا، كنت في مكان عتمة قوي وانا لوحدي، ولقيتني بمشي ورا صوته ابتدى يظهر طفل صغير قاعد وضمم رجليه لصدره وبيبكي. فضلت امشي تجاه الطفل ده وملامحه كل شويه كانت بتزيد وتظهر، كنت انا الطفل ده. جريت ناحيته خدته في حضني، حسيت بهدوء رهيب. معرفش ايه اللي حصل بعد كده، لان صحيت تاني يوم كنت في المستشفى قاعد في مكتبي في المشرحه، لكن لقيت هاشم اسماعيل قاعد على الكنبه بتاعت المكتب قدامي، ولقيته بيبص لي كده وبيقول لي الحمد لله على السلامه يا دكتور. قلت له الله يسلمك، هو في ايه؟ قال لي ما فيش اي حاجه، كل الحكايه انك انت السفاح وفي نفس الوقت انت مش هو، وعشان كده الارواح ما اذتكش. بصيت له كده وانا مش فاهم حاجه، يا ريت توضح. قال لي الدكتور النفسي اللي انت كنت بتتعالج عنده عرف شغفك بالتفكير في الجريمة الكاملة، ومن هنا قدر يدخل لعقلك الباطن وابتدى يسيطر عليك بشوية ألعاب نفسية لحد ما بقى قادر ان ينومك مغناطيسيا بالكامل، وبقيت لعبة في يده. ساب لخيالك ان يكتب احداث الجريمة، كان بيدي عقلك الباطن الامر انه ينفذها، وهو اللي كان بيختار لك الضحايا. بصيت له كده انا مش مستوعب. قلت له السنين دي كلها وهو طب ليه؟ لقيته بيقول لي الضحايا فعلا ملهمش علاقة بيك، مفيش اي رابط يربطك ما بينهم، ده حقيقي، بس في اكتر من رابط يربط الدكتور بيهم. ومش بس الدكتور، قلت له مش فاهم اي حاجة. قال لي الدكتور كان ليه زباين بيطلبوا منه قاتل مأجور، وهو كان بيعمل دور الوسيط وانت كنت بتبقى القاتل المأجور. كنت مصدوم من كلامه، مش متخيل ان ده فعلا ممكن يكون حقيقي، لكن في اللحظة دي شفت ارواح كل الجثث اللي قتلهم السفاح، بس المرة دي ما كانوش بيحاولوا يرعبوني، لكن كان بان عليهم ان هم مرتاحين وبصولي في سلام وبعدين اختفوا. ولقيت هاشم اسماعيل بيقول لي يا دكتور. بصيت له كده وقلت له في ايه؟ قال لي سامحني بس ده غصب عني، لازم اخلي المباحث تقبض عليك، وطبعا حضرتك هتسيب المشرحة، بس اطمن انت هتسقط عنك كل الاحكام، لانك كنت مجرد اداة في يد الدكتور النفساني اللي لعب بيك. في الوقت ده شفت نفسي وانا بقوم بتحرك في اتجاهه بخطوات ثابتة وهادية، ولقيتني بضربه بصوابعي في مثلث الموت، المنطقة الموجودة في اخر رقبته، وفضلت اضرب لحد ما مات. فجأة لقيت هاشم اسماعيل واقف على الباب وبيقول لي يا دكتور ايه الحكاية مالك؟ قلت له ايه؟ قال لي انت مش اتصلت بيا قلت لي في موضوع مهم عايز تقوله لي؟ انا واقف ليا نص ساعة على الباب بخبط، مالك قاعد ليه كده مسهم؟ قلت له ايه؟ انا اتصلت بيك انت مش جيت و... قال لي دكتور انا لسه جاي اصلا. مالك؟ قلت له مالي؟ مالي ازاي؟ قال لي هو مش انت اتصلت بيا قلت لي في موضوع مهم هيقربني للسفاح؟ ايه اللي حصل؟ ايه الجديد؟ بصيت له كده وقلت له انا كنت غلطان، صدقني انا كنت غلطان. بص لي كده وقال لي دي اول مره تقول فيها على نفسك ان انت كنت غلطان. قلت له لا صدقني كنت غلطان، لما رجعت التحليلات بتاعتي اكتشفت انه المعلومات اللي عندي ما كانتش دقيقة. قال لي طيب مفيش مشكلة. مسيره هيقع، ولمحت كفة يدي. في الوقت ده لقيت الخطوط شكلها غريب جدا، ولقيته بيقول لي هو يا دكتور في علاقة ما بين الدجال اللي حضرتك شرحت جثته من سنين وما بين الدكتور النفساني عامر ابراهيم اللي حضرتك شرحت جثته من اسبوعين؟ تلو ها؟ وهمست لنفسي كده قلت انا ما كنتش بتعالج عند دكتور نفسي اصلا، ثانيا دكتور عامر ابراهيم قتل السفاح من اسبوعين، ايه اللي انا شفته ده؟ لقيت هاشم بيقرب مني بيقول لي مالك يا دكتور في ايه؟ تلو مفيش حاجه. وفجاه لقيته بيتحرك ناحيتي وبيقرب وشه مني وملامحه بتتغير، وكان بيصرخ جامد، ولقيت وشه اتبدل
بوش الفلكي الدجال. فضلت استعيز بالله بحاول اصرخ بس ما كنتش قادر اخد نفسي. ورجعت الكرسي وقعت على دماغي، بس فجأة بفتح عينيا لقيت اشرف عامل المشرحة واقف فوق دماغي وبيقرا لي القرآن. وببص لقيت تقريبا كل العمال اللي شغالين معايا في المشرحة واقفين وانا على سريري. كنت مستغرب ولقيت اشرف بيكبر في وداني وبيقول لي استعيذ بالله يا دكتور، وخد اشرب بق مية. قلت له هو في ايه؟ قال لي تقريبا كان كابوس. قلت له ايه كابوس؟ قال لي اه شكلهم تقلوا على حضرتك العيار المرة دي شوية. ولقيت عمال الاسعاف داخلين ومعهم جثة. واحد منهم دخل علينا وبيقول مين اللي هيستلم جثة الدجال الفلكي؟ هاشم اسماعيل لو مقتول والنيابة امرت ان احنا نجيبه هنا. قلت له جثة مين؟ هاشم اسماعيل ده الدجال الفلكي ده هو. ويومها طلعت جري من المشرحة وانا حافي وفضلت هلوس. كنت واخد قرار ان انا مش هرجع تاني للمشرحة مهما كلفني الامر، لكن من يومها والكوابيس ما سابتنيش لحتى ما عملت له اللي هو عايزه. شرحت الجس واكتشفت ان في حد اداله مشروب فيه بويضات لدودة مفترسة مش بتنمو اصلا في المنطقة العربية، وفي الغالب ان الدودة دي اتجابت من الغابات الاستوائية. وفكرة انها تتحط في مشروب كبويضات وتفقس جوه جسمه ده يخلي اي دكتور تشريح ما يشكش ان دي جريمة قتل، غير ان اليرقات اللي لقيتها مش معروفة ومش سهل الحصول عليها، بس انا كنت عارف لان هو وراني ده في الكابوس. ودي كانت نهاية الحلقة، وكنت حابب ابلغكوا ان احنا عملنا قناة جديدة متخصصة في عالم الجريمة والتحقيقات، اتمنى ان هي تعجبكم. هتلاقوا رابط القناة الجديدة في الوصف بتاع الفيديو ده. وكنت حابب اشكركم جدا على كل كلمة ايجابية وكل كومنت وكل حاجة انتوا بتدعمونا بيها. حقيقي بجد انا شرف ليا كبير جدا كل واحد فيكم موجود معانا في القناة، وحقيقي انا حابب ان انا اشكركم. الناس اللي قالت كلام ايجابي فعلا بجد من قلبي شكرا ليكم، والناس اللي كانت بتقول تعليقات فيها تعديل محتاج برضو ان انا اشكره. وعايز اقول لكم حقيقي بجد شرف كبير جدا ليا انضمام كل واحد فيكم للقناة، وبتمنى ان القناة الجديدة تعجبكم، ويا رب اكون بقدم محتوى حلو مسلي ممتع ليكم بإذن الله. القناة الجديدة تبقى يوم الثلاث ويوم الجمعة الساعة 6 هيبقى عليهم حلقات. القناة بتاعت حكاوي المخوفاتية هتبقى يوم الحد ويوم الأربع الساعة 6 بإذن الله هيبقى عليهم حلقات جديدة. وأتمنى أن ربنا يوفقني وأكون بقدم لكم حاجة ممتعة، وأكون قادر أن أنا أبقى عند حسن ظنكم. وشكرا مرة تاني لكل الناس اللي عندي على القناة. عايز اقولك ان كل حاجة اتقالت في الحلقة دي هي فعلا حاجات حصلت مع ناس ممكن تصدقها، ممكن تشوف ان هي امور مش معقولة، بس ده اللي حصل واكيد ملوش عندي تفسير. ودي كانت وقائع حقيقية.